بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة هنعمل أبلود للإيميج عندنا أو الفايل عندنا في المشروع وفي الداتابيس. إزاي نعمل أبلود عندنا في المشروع وفي الداتابيس مع بعض للصورة مثلا أو أي فايل؟ أول حاجة احنا محتاجين جدول للصور في المايجريشن ومودلي. يبقى هنعمل بي اتش بي ارتيزن ميك موديل وهنسميه ايميج، وهنقول له اعمل لنا لي مايجريشن. تمام كده هو انشأ لنا الموديل والمايجريشن. هنروح في الداتابيس، مايجريشن، هنلاقي جدول اسمه ايميج نزل عندنا. هنضيف فيه بس عمود كولم واحد. طبعا انت ممكن تضيف، احنا هنضيف بس الباس، انت ممكن تضيف طبعا الشخص اللي ضاف الصورة وممكن ديسكريبشن وحاجة زي كده، سهلة جدا انت ممكن تضيفها. انت بقيت محترف جدا في الداتابيز دلوقتي. table of string وهنسمي السترينج ده، هنسميه باث مثلا. سيف في الموديل عندنا الايمج هنقول له fillable predict fillable بتساوي array اللي هي الباس. ده بالنسبة للموديل. طيب بالنسبة بقى للكنترولر بتاعنا، ادي الكنترولر وفي الابلود ايميج احنا هنا هنعمل ديت متغير، وهنقول له مثلا الباث بيساوي الباث ده اللي هو راح يحطه فين، في البابليك، في ملف البابليك في الايمج. تمام وفي الادمن، في ملف الادمن. طبعا احنا هنمسح كل الكلام ده كله دلوقتي اللي هو في البابليك عشان نقدر ان احنا نرفع من جديد. تمام هنقول له بقى الايمج اللي هي الكنترولر بتاعنا ايمج اللي هو في الموديل ايمج كرييت، والكرييت ده بيساوي اري، والاري دي بتاخد الباث بتاعنا اللي هي في الكولم الباث بيساوي الباث ده، ونستدعي عندنا الكلاس بتاعنا اللي هو في الموديل ونسيف. وبعدين هنقول له رجع لنا كده رسالة صغيرة return، نقول له return مثلا مسج
وليكن، نقول له ابلود ساكس. اوكي، وبعدين نروح نعمل ريفريش عندنا في الابليكيشن بتاعنا. ادي ايميج سلاش كرييت، تمام، هنكريت صفحة جديدة. قبل ما نكريت نعمل الأول عشان ما ننساش، نعمل الأول المايجريت عندنا في الداتابيس، بي اتش بي ارتيزان مايجريت عشان ما يديناش ايرور. تمام، هو كده انشأ الجدول. نعمل تشيك في الداتابيس، ادي الجدول الداتابيس، ادي التريت، ادي جدول الايمج، تمام، وده الباس اللي احنا محتاجينه. تمام كده، هنعمل بقى كرييت عندنا، نختار الايمج ولو يكن الايمج ديت، ونقول له سميت. تمام، رجع بيقول لك ابلود سكسس. طبعا نجح في انشاء الصورة. هنعمل الاول تشيك عندنا في البابليك، ادي ملف البابليك، ادي الايمج في حاجة اسمها كنت ادمن، وانشأ الصورة عندنا في الادمن، ونعمل ريفريش في الداتابيز، ادي الداتابيز بتاعتنا، ادي الايمج، تمام، ورفع الصورة فعلا، ادي الباس بتاعها اللي هي ادمن سلاش واسم الصورة. تمام، يبقى احنا كده نجحنا ان احنا قدرنا نرفع الصورة عن طريق الويب سايت بتاعنا والداتابيس، ربطناهم ببعض. المحاضرة الجاية ان شاء الله هنعمل شو للصورة عندنا على الويب سايت بتاعنا، يعني نعمل بقى ايه شو ليها، عشان لو احنا بنعمل مثلا بروديكت معين في الاي كوميرس او في المتجر الالكتروني، العميل او اليوزر يعرف يشوف الصورة على المتصفح.